المرة بنحصل على بطولة عربية. طبعا هذا الإنجاز تم بفضل الصبايا الأبطال، مبروك لهم أول شيء، لأنه هذا الإنجاز أول شيء هم حققوا. مبروك لكرة القدم اللبنانية، مبروك للشعب اللبناني، يمكن اللي بحاجة بأمس الحاجة لهيك نوع من الانتصارات بهالظروف الصعبة. وكل ثقة، وأنا مسؤول عن كلامي، أنه هالمجموعة هيدي قادرة ترفع راية لبنان باللي شفتوا منهم واللي مارستوا منهم من انتظام ومن أخلاق ومن مسؤولية ومن سلوك ومن معنويات، بس لأنه حاطين الأرزة على صدرهم قادرين يرفعوا راية لبنان بالمستقبل بإذن الله. التحضير مش مثل ما كان، بس بالفعل بهالأبطال اللي كانوا معنا هونيك تجربة ولا أجمل من هيك، وكان شعور غريب، والكابتن هون كانت مقدمة أداء رائع مع الجهاز الفني. الشعور أكيد كتير حلو أنه ربحنا ورحنا هونيك، مش بس تنكون الفريق بيروح وكن بدنا نروح وتنربح وتجبنا الكاس، كان شعور كتير حلو. قديمة بسيطة ما فينا إلا كتير رجال هونيك بطل. ونطلب من الاتحاد ومن الصحافة كمان يهتموا فينا، إنه يهتموا لنصير نعمل أكتر نتيجة كمان، وخاصة شيء الاتحاد إنه يوافق مع إنه كيف ساعدنا يوافقنا.